وهو السؤال دلوقتي، كهربا هيدفع ولا مش هيدفع؟ خلاص كده كهربا اثبت وجوده مظبوط بعد 2 فبراير مش كده؟ حضرتك حد عنده علم في مصر نسال كابتن حماده مين هنعمل ايه في ايه اللي هيحصل في الكهرباء؟ مش هيلعب غير ما يدفع الغرام بعد 2 فبراير. بعد 2 فبراير لازم لجنه الانضباط في الفيفا اللي هتقول بالظبط يوم 2 فبراير لازم يلعب. بس هو في احتمال انه يلعب لحد شهر 8. بقول لحضرتك الفيفا دي الفيفا دايما بيجي في صالح اللعيب في حته اللعب، يعني مش عايز لعيب يقعد بتوقع غرامات وبتاع، بس الايقافات بتبقى قليله للعيب عشان اللعيب بيقول لك فترته قليله في الملاعب. الا في الغرامات، في الغرامات لازم يدفعها. الا لازم. في الغرامات يعني لو وقعت النادي سموحه ولو وقعت النادي الاهلي او الزمالك ممكن بعد النزاع شغال وتلعب بالغطمة. ممكن اسمه يلعب. دول 80 مليون يا جماعه، مين اللي هيدفع 80 مليون؟ اعتقد كهربا كده قدم اوراق اعتماده بحيث ان هو مع النادي الاهلي ممكن يدفعه. هل بقى ما هو ممنوع الاهلي يدفع؟ ممنوع. مش هيدفع حضرتك حد بقى من رجال الاعمال وكده، لكن ممنوع قانونا. لا ممكن من عقده، ممكن يعني يجدد عقوده بثلاث اربع سنين لقدام وياخد من عقده او برضه هو يقسط يعني تتظبط. لا ما هو الزمالك قال لك مش هنقسط وعمر ما ده بعد النهارده الزمالك مش هيقسط خالص. هتدفع كاش وكهرباء يقسط للنادي. هيقسط للنادي كاش يعني ممكن الاهلي ممكن يمد له 3 4 سنين مظبوط وياخد من عقده ويدفع جزء، وكهربا لازم يدفع جزء. ايوه الاهلي مش معلش النادي الاهلي ده مش اي تي ام ماشين عماله تطبع فلوس، وكمان النادي الاهلي عنده في مراقب حسابات وفي كذا وفي كذا، فالامور دي ما ينفعش. شغل الدفع ما تشغليش بالك بيه يعني. لا ازاي يعني ايه شغل الدفع؟ هيدفع هيدفع. احنا مؤسسه منضبطه يعني. لا منضبطه جدا. اصل ما هو الاهلي شريك في الموضوع. انا هو مش شريك في القصه بتاع الكهرباء، شريك ممكن يبقى شريك. لا لا شريك لا لازم يبقى شريك من بعيد. ممكن يبقى شريك يا فندم. كهرباء جاي يعني من نادي اوروبا مش هنفتحها خلاف القمه. ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله. يعني عموما بعد يوم 2 فبراير هيبان بقى الفيفا ماذا سيكون قرارها بلجنه القرار لجنه الانضباط في الفيفا هيكون قرارها ايه. بس هو النهارده طبعا الجون وكهرباء ومشاعره بالجون ان هو بيثبت نفسه مره مع سموحه والنهارده مع في قمه بعد خلاف كبير مع الزمالك طبعا مشاعر كبيره. صحيح. نشوف بقى جدول اين هو او يعني تاريخ لقاءات القمه بين الاهلي والزمالك ونرجع تاني.